وقعوليا مشاكل صحية وخلتني أنني نكون كنفكر أفكار سلبية. وبالفن أنني تنقلب على ذاتي وكتنحول دوك الأفكار إلى أفكار إيجابية وتكون عندي واحد طاقة من الطموح ومن التفاؤل. والميزة اللي كنمتاز بها بالفن التشكيلي هي النحت بالأسلاك والرسم بالأسلاك. ومع ذلك أنني كنحاول أنني نطور هذا الفن وكنضيف ليه بعض المواد مثل الخشب أو الجبس أو الإيبوكسي أو يعني الزجاج، يعني مجموعة من المواد اللي تقدر تعطي واحد الجمالية. الجميل في الفن الذي أمارسه أنه عندما يراه المتلقي يجد فيه نفسه أكثر ما يجد فيه الجمالية، لأنه هناك حركة فنية، هناك حدث، هناك قصة. بعد ما كنت أجد نفسي مريض جدا من ذوي الهمم وأجد عجزا في الحركة، كنت أجد راحتي في المقهى. هناك تعرفت على مثقفين وفنانة الذين زرعوا في بذرة الاجتهاد.